بيك عزيزي المشاهد في برنامج اسأله ولن تسوق. تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة. المسيح الإله صرخ وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ على من ينادي الإله؟ وهل يوجد إله آخر يستغيث به الإله الأول؟ أولا، لأن المسيح قال إلهي إلهي، هل ده ينفي لاهوت المسيح؟ لا. ليه؟ نلاحظ أن المسيح ما قالش إلهنا، وفي مكان تاني برضو ما قالش إلهنا، لكن إلهي. فيقول في يوحنا 20:17: أصعدوا إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وهنا بيوضح علاقته الخاصة كالإنسان الكامل بالجوهر الإلهي. عشان كده ما يقولش إلهنا ولا أبينا، لكن أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. كمان مقولة إلهي إلهي لماذا تركتني اللي قالها المسيح على الصليب، دي تحقيق لنبوة جات في سفر المزامير. فبيقول: إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري في مزمور 22. وهنا بيفكر اليهود بالمزمور كله، لأنه كله ينطبق عليه وبيتحقق قدام عينيهم كله. عشان كده وكخلاصة، المسيح قال كده أولا لأجل الألام الرهيبة اللي كان بيمر بيها، سواء ألام جسدية أو ألام نفسية وغيرها، كمان لأنه بيمثل البشرية كلها في جسده، وهو الذبيح العظيم المقدم عن خطايا العالم كله. فهو بيقول لنا أو بيقولها كنائب عن البشرية كلها. بيحقق كمان نبوة اتقالت عنه، وبيقول لليهود إنه أنا اللي اتكلمت عني هذه النبوة. عزيزي المشاهد، فكر في اللي قلناه، ومستنينك الحلقة الجاية، ومستنين أي سؤال عندك مهما كان، علشان برنامجنا اسمه اسأله ولن تسوق.